أهلا بيكم مع فيلم جديد. فيلمنا النهاردة أكشن خيال ورعب اسمه دورورو. كل لحظة مهمة خلي بالك. فيلمنا بيبدأ مع واحد اسمه دايجو، بعد إصابته في الحرب بيروح يفتح معبد عشان يتكلم مع 48 شيطان موجودين هناك. دايجو بيقول للشياطين إن والده وإخواته اتقتلوا في الحرب مع مملكة كانياما، وإنه خايف إنهم يقضوا على عشيرته كلها، عشان كده بيتوسل لهم إنهم يدوك قوة عشان يقدر يهزم أعدائه وكمان يسيطر على العالم مقابل أي حاجة هم عايزينها. فجأة رد عليه فار كان بيموت على الأرض، قال له إنه لازم يسلم ابنه اللي لسه ما اتولدش. دايجو وافق وقال للشياطين يقسموا جسم ابنه ويوزعوه على نفسهم. أصيل يا أبو دايجو. فجأة الشياطين بتضرب دايجو بالبرق عشان تنحد دليل موافقتهم على جبهته. أمال لو رفضته كنت عملته إيه؟ كان في كاهن هناك حذر دايجو من اللي بيعمله وقال له إنه هيندم قوي على الاتفاق ده، وافتكر إنه قلت لك بلاش. دايجو عمل إيه بقى؟ قام قتل الكاهن وهو بيأكد لنفسه إنه مش هيحس بأي ندم. بعد 20 سنة من الاتفاق بيظهر راجل ماشي في الصحراء اسمه هياكيمارو وبيقرب من المدينة، بيوصل لبارو وبيقعد فيه. هياكيمارو يبقى ابن دايجو اللي ضحى بيه للشياطين. رجع ازاي هنعرف قدام شوية. بيجيله واحد بيعرض عليه يقرأ له الكف. الراجل اللي بيقرأ الكف اتصدم لما شاف ايد هياكيمارو، لانه المفروض يكون مات من زمان. بعدها هياكيمارو بيقوم فجأة وبيقرب من المسرح لما بيشوف واحدة بترقص ولابسة قناع. بيجي واحد يضربه بسيف بس هياكيمارو بيصده بايده، بس الغريب انه ما بيتعورش منه ولا بينزل نقطة دم واحدة. بعد كده الراجل بيشد السيف وبتتفصل ايد هياكيمارو وبيظهر ان تحتها سيف. هياكيمارو بيضربه بيها وبيبدأ يهاجم الست اللي على المسرح وبيشيل القناع من على وشها، وبنتفاجئ انها مش بشر. بعد شوية الست دي بتتحول لشيطان كابوريا وبتهاجم هياكيمارو، بس بيقدر يهرب من مقصاتها بمهارات عالية وبيستخبى ورا ترابيزة، بس الكابوريا بيغرز مقصاته في الخشب وبتطلع من صدره. مفيش ثواني هياكيمارو بيصحى وبيخف من اصابته تماما. في الوقت ده بتدخل واحدة حرامية البار عشان تستخبى من اللي بيجروا وراها. لما بتبص حواليها بتفتكر نفسها في أهدى مكان في العالم، بس فجأة بتشوف هياكيمارو هجم على الشيطان وبيقطع راسه. بعد شوية واحد جه يمسك الحرامية، بس بيتصدم لما بيشوف هياكيمارو بيرجع يركب دراعه تاني عشان يغطي السيف، وبعدها بيقع على الأرض وبيتلوي من كتر الوجع. رجله اليمين بتنفصل عن جسمه، بس بتبدأ تطلع مكانها واحدة تانية على طول. الحرامية والراجل اللي بيجري وراها بيترعبوا وبيجروا بسرعة عشان يهربوا من هياكيمارو. الراجل بيقول لها إن في إشاعة إن راجل جه مرة الجبل ريد راست اللي عايش فيه وحش بياكل البشر، وإن الناس بدأوا يشكوا إن الراجل ده وحش لما خرج من الجبل هناك عايش. بعد كده الحرامية شافت هياكيمارو بيتكلم مع بيبا، واحد رحالة بيروي قصص. لما هياكيمارو مشي الحرامية سألت بيبا لو كان هياكيمارو وحش. بيبا بيحكي لها سر اللي محدش يعرفه، بيقول لها إن كان في ساحر لقى هياكيمارو في سبت على حافة النهر لما كان لسه طفل رضيع، بس لقى ان الطفل ده فيه اجزاء كتير من جسمه مش موجوده، عشان كده الساحر قرر ياخده ويكمل جسمه. جمع الاجزاء المفقوده دي من الاطفال اللي ماتوا في الحرب. الساحر بدا بانه قدر يركب قلبه وخلاه ينبض بشراره من الكهرباء، واحده واحده ربط اجزاء تانيه من جسم الطفل. بعد كده رمى عليه تعويذه عشان تساعده يتحمل الجسم الجديد. لما بيبا زار بيت الساحر لقى الشياطين بيحوموا حوالين جسم الطفل، عشان كده بيبا طلع سيف وقال للساحر إن السيف ده اتعمل عشان يقتل الشياطين اللي هجمت على القرية قبل كده، وكمان قال له إن السيف مختوم بانتقام الحداد لأن الشياطين قتلوا زوجته وابنه. بيبا إدى السيف للساحر وقال له إنه كان مقدر إنه يكون في إيد الطفل ده لما يكبر. عدت سنة ورا التانية، الساحر ركب سكينة في كل دراع من دراعات الولد، بس قال له إنه لازم يستنى لما يكبر عشان يركب له سيف الانتقام في دراعه الشمال. مع الوقت الساحر كان بيدرب هياكيمارو عشان يقدر يدافع عن نفسه بسيف، رغم ان هياكيمارو ما كانش لا بيشوف ولا بيسمع، بس كان بيحس بكل حاجه حواليه بقوه عقله. هياكيمارو كبر وبقى شاب طول بعرض، وكان فاكر ان الساحر هو والده، وفي يوم لقاه واقع على الارض وشكله بيموت. هياكيمارو عرض على الساحر انه يعالجه بفنون الشفا اللي اتعلمها، بس الساحر امره انه يحرق البيت كله بكتب التعويذ كمان، لانه مش عايز امراء الحرب يبقى عندهم اي معرفه ازاي يبقوا خالدين. بعد ما الساحر ربط سيف الانتقام في دراع هياكيمارو اعترف له انه مش والده الحقيقي ومات. بعدها هياكيمارو عمل اللي الساحر امره بيه وحرق البيت كله. لما كان خلاص هيمشي سمع صوت بيقول له ان اجزاء جسمه توزعت على 48 شيطان كانوا بيستخدموها عشان يرعبوا الناس. بعدها الصوت الغامض قال له انه لو عايز يرجع جسمه زي ما كان لازم يموت الشياطين ال 48 بالسيف اللي في دراعه، وكل شيطان هيموته هيرجع جزء من جسمه. بيبا بيقول للحراميه ان هياكيمارو كان قتل شيطانه الثالث لما اتقابله في المره الثانيه. الحراميه بتبقى مهتمه بسيف هياكيمارو وعايزه تاخده. لما عرفت ان دراعه الشمال هيرجع مره تانية لما يقتل الشيطان اللي سرقه، بدات تراقب هياكيمارو في السر، بس هو حس على طول بوجودها
عشان كده قررت تخرج قدامه، رغم ان الحرامية كانت بتتظاهر انها راجل، بس هي كيمارو بيقفشها وبيعرف انها ست. لما هي كيمارو بيسألها عن اسمها بتقول له اللصوص المحترفين ملهمش اسامي عشان ما يتقبضش عليهم بسهولة. بتقول له وانت اسمك ايه؟ هي كيمارو بيقول لها انه طلع عليه اسماء كتير ومنهم اسم دورورو. الحرامية حبت الاسم عشان كده طلبت من هي كيمارو انه يقول لها دورورو من هنا ورايح. هي كيمارو قال لها بطلي تبقي لازقة كده وما تفضليش ماشية ورايا، بس دورورو قالت له انها مهتمة بالسيف اللي معاه، وقالت له انها ناوية تسرقه لما يقع من دراعه. لما بيقعدوا يستريحوا هما الاتنين جنب النهر بيقرب منهم طفل شكله مرعب. هي كيمارو بيسحب سيفه بسرعة، بس بيعرف بعد كده ان الطفل ما بيشكلش اي خطر لما بينادي على والدته. هي كيمارو بياخد الطفل الضخم يوصله عند المعبد القديم، وبيقول لهم انه مصنوع من حوالي 20 روح من الاطفال اللي ماتوا لما المعبد اتحرق. لما البنت قدمت نفسها للطفل وبتقول له اسمي دورورو، هي كيمارو قال لها انت مالك فرحانه بنفسك قوي كده ليه؟ اسمه دورورو ده معناه الوحش الصغير، وكمان بيستخدموه عشان ينادوا بيه المخلوقات الغريبه اللي بتشبه البشر. بعد شويه دورورو وهي كيمارو لقوا اتنين متجوزين واقفين بيقدموا اكل وبيصلوا عشان الاطفال. لما بيعرفوا ان معبد بيتخلى فيه الناس عن اطفالهم، دورورو بتزعق فيهم وبتقول لهم مستحيل تكونوا بشر، مفيش حد يعمل كده في اولاده. الزوجين بيقولوا لهم انهم عايشين حياه عيسى بسبب طغاه ما بيرحموش زي كانياما، ومش بس كده، ده جه دلوقتي دايجو بقى اسوأ منه بكتير، عشان كده ما كانش فيه حل قدامهم غير انهم يتخلوا عن ابنهم. دورورو بتقول لهم ان قريتها كلها اتحرقت في الحرب، بس اهلها فضلوا مقاومين لحد ما ماتوا. لما دورورو وهي كيمارو بيمشوا من المعبد بيقابلوا سابامي. الراجل بيعرض عليهم يجوا يرتاحوا عنده في بيته مقابل انهم يحكوا له حكايتهم. لما بيوصلوا بيته بترحب بيهم زوجة الراجل وسبع بنات توأم شبه بعض بالظبط. واحده من البنات بتطلب منهم يسلموا اسلحتهم، هي كيمارو بيديهم السيف اللي شايله على وسطه. بعدها بيقعدوا مع سابامي وبيقول لهم ان المعبد اتحرق كله بعد ما البرق ضربه بايام قليله. سابامي كان حزين وهو بيحكي عن الاطفال اللي اتقتلوا في الحريق. لما هي كيمارو ودورورو بيناموا، البنات السبعه كانوا قاعدين بيخططوا يقتلوهم هما الاثنين وياكلوهم. بعد شويه البنات بيتحولوا ليرقات عملاقه وبيمشوا ناحيه الغرفه. لما فتحوا الباب لقوا دورورو نايمه على الارض، بداوا يتلموا حواليها كلهم، بس فجاه هي كيمارو بينط من السقف وبيضربهم كلهم بالسيف اللي في دراعه. فجاه بيظهر الطفل الضخم وبيشاوله على غرفه تانيه. لما دخلوها لقوا ممر بيوصل لنفق تحت الارض بيودي الغرفة مليانة بعظم الأطفال اللي ماتوا، وفي غرفة تانية لقوا بيض وحوش كتير. فضلوا يدوروا شوية لقوا ممر بيرجعهم للمعبد اللي اتحرق. هنا استوعبوا إن كان المكان اللي بيتغذى فيه الشيطان، واستنتجوا إن الزوجة اتنكرت في شكل راهبة وهي اللي خدت الأطفال للنفق. دورورو قررت تصحي سكان القرية، أما هي كيمارو رجع تاني للبيت عشان يواجه سابامي. دورورو بتقول لسكان القرية إنهم كانوا بيأكلوا ولادهم للشياطين، وبتقول لهم لازم يجهزوا أسلحتهم عشان يحاربوهم ويقضوا عليهم. في الناحية التانية هي كيمارو بيغلب سابامي وبيحاول يصحي ضميره عشان يتخلى عن زوجته الشيطانة، وقبل ما سابامي يرد عليه الشيطان بيطعنهم في ظهرهم هما الاتنين. سابامي بيموت، بس هي كيمارو بيسحب سيفه وبيقوم عشان يحارب الشيطان. زوجة سابامي بتتحول لطائر غريب وبتهرب من البيت، بتحاول تطير بعيد بس روح الأطفال اللي قتلتهم بيرجعوها تاني للأرض، وهي كيمارو بيقضي عليها. بعد شوية من موت الوحش هي كيمارو بيقع في الأرض وبيرجع من بطنه كبده القديم، لأنه استرد كبده الجديد من الوحش. سكان القرية افتكروا إن هي كيمارو هو كمان وحش، عشان كده طردوهم من القرية. بعد أيام هي كيمارو قتل وحش شجرة الكرز عشان يرجع ودانه. بعدها دبح سحلية عملاقة بمساعدة دورورو ورجع حنجرته. بعد كده هي كيمارو بيحارب وحش ليه أجنحة زي الطيور، وهو بيحارب الشيطان وبيقاوم هجومه دورورو بتساعده وبتوقع صخرة كبيرة عليه. بسبب اللي عملته الوحش طلع يجري وراها، بس هي كيمارو هاجمه بسرعة عشان يجذب انتباه الشيطان ناحيته. الشيطان بيطير ناحيه هي كيمارو عشان يهاجمه من ظهره، بس هي كيمارو بيلف بسرعه وبيضربه بسيفه. قبل ما الشيطان يموت عرف ان هي كيمارو هو ابن دايجو، قال له ان الشخص اللي المفروض يكون متعصب منه هو والده. هي كيمارو بكده رجعت له دراعه اليمين. دورورو قالت له ان خاب امالها وكانت فاكره دي الدراع اللي فيها سيف الانتقام. بعد كده دورورو وهي كيمارو بيكملوا رحلتهم، بيقابلوا منطقه كانت هي الحدود اللي بتقسم مملكه كانياما عن مملكه دايجو. لما دورورو شافت قلعه دايجو من بعيد قالت لهي كيمارو انها ناويه تقتل دايجو وعشيرته كلها، وقالت له ان دايجو ضرب والدها بالسهام لما حاول يقف في وش جيشه، وانها هربت هي ووالدتها للغابه. والدتها طلبت منها تعيش على انها راجل عشان تحمي نفسها، وبعد فتره قليله من هروبهم والدتها ماتت وسابت دورورو اللي بقت لازم تدبر حياتها بنفسها. تاني يوم هي كيمارو راح للمدينه عشان يدور على شغل، حاول شويه رجاله يهاجموه في البار بس عدمهم العافيه وعلم عليهم. كان في راجل اسمه تاهومارو أعجب بمهارات هي كيمارو في الفنون القتالية،
عشان كده عرض عليه يشتغل معاه. لما وصلوا للقلعة تاهومارو بيطلع ابن دايجو وبيسأل هياكومارو عن رأيه في والده، بس هياكومارو ما بيردش عليه. تاهومارو بيقوله انه ناوي يورث عرش والده ويوقف الحرب للأبد بين المملكتين ويوحد الأرض. في طريقهم لغرفة دايجو قابلوا بالصدفة والدة تاهومارو اسمها يوري. قدم لها هياكومارو وقال لها انه موظف جديد، بس يوري بتتعرف على علامة على هدوم هياكومارو. حاولت تلمسه وبتسأله هو جاب اللبس ده منين. لما هياكومارو بيمسك ايديها بيشوف ذكرياتها عن الوقت اللي اتخلت فيه عن ابنها عند النهر. دايجو كان عايز يقتل الطفل، بس يوري ترجته يسيب ابنهم يعيش. يوري هنا بتعرف ان هياكومارو ابنها وبتبدأ تشاور عليه باسم تاهومارو. لما هياكومارو بيحاول يمشي تاهومارو بيلحقه وبيهدده بالسيف، بس هياكومارو بيضربه في بطنه. بعد كده يوري بتقول لدايجو ان ابنهم اللي سابوه كبر دلوقتي ووصل لهم، وبتندم انها سمت ابنهم التاني تاهومارو بنفس اسم ابنهم اللي سابوه. دايجو بيرفض يصدق كلامها لانه مش مقتنع ان ابنهم هيكون لسه عايش بعد كل السنين دي. بس في الوقت ده بيكون تاهومارو واقف بره الغرفه وبيسمع كلامهم كله. لما هياكومارو بيقابل دورورو بعد كده بيقول لها انهم ما بقاش ينفعوا يفضلوا مع بعض لانه طلع ابن دايجو. دورورو رفضت تصدقه، عشان كده طلب منها تلمس ايده عشان يخليها تشوف اللي شافه في القلعه. بعدها دورورو ضربته بالسكينه في قلبه عشان تنتقم لموت اهلها، بس هياكومارو ما حصلوش حاجه. قال لها انه لسه ما رجعش قلبه الحقيقي. فجاه بيبا ظهر وقال لهم عن الليله اللي دايجو عمل فيها الصفقه مع الشياطين. هياكومارو قال لهم انه عايز ينتقم من دايجو، بس دورورو قالت له انه هيبقى اكبر غلط في حياته لو قتل والده. بيبا بينصح دورورو انها تتخلى عن خطتها للانتقام لاهلها، لكن البنت بتقول ان دم اهلها مش هيروح هدر وانها لازم تاخد بطارهم وتموت دايجو. لما هياكومارو بيكون قاعد جنب النهر بيقرب منه كلب شيطاني من ورا، ولما هياكومارو بيهاجمه بيظهر كلب تاني وبيعضه في دراعه اليمين. بعد ما سابوه واحد من الكلاب بيقول انه حاسس بألم في دراعه عشان ده لحمه ودمه الحقيقي. الكلب بيتريق عليه وبيقوله انه مش هيكسب حاجة لما يكمل جسمه الحقيقي لان اهله اصلا مش قابلينه. بعد ما هياكومارو بيقتل الكلبين بترجع له عينيه الحقيقية. بيشوف دورورو لأول مرة بترمي السيف من ايديها وبتقوله انها خلاص مش هتسعى للانتقام من دايجو تاني، وبتقوله يعمل كده هو كمان ويعيش حياته. تاني يوم دايجو كان واقف بيقول لنفسه سيطرة على العالم دي بتاخد وقت طويل قوي يا جدعان. فجأة بيظهر شيطانه بيقوله ان العالم كله في ايديه، بس ابنه هو اللي واقف في طريقه. دايجو خاف ان ابنه يهدد مستقبل مملكته، خرج من القلعة عشان يواجه هياكومارو بنفسه. في الوقت ده هياكومارو ودورورو كانوا واقفين على الحدود ومستمتعين بالمناظر الطبيعية هناك. فجأة تاهومارو ورجالته ضربوا عليهم بالمدافع. دورورو قررت تحاربهم بس بيبا مسكها. بعد شوية تاهومارو بيقرب من هياكومارو بيقوله انه لازم يموت لان مفيش مكان غير لواحد بس منهم. بعدها بدأ الجنود يحاربوا هياكومارو، وكمان تاهومارو هجم عليه. اتنين من الجنود وهم بيحاولوا يضربوا هياكومارو بسيوفهم في نفس الوقت، هياكومارو اتفادى الضربة وضربوا بعض ومات. التالت ضرب هياكومارو بس صد الضربة وكسر له سيفه. والدتهم وصلت على الحصان لقت السيف اللي اتكسر دخل في رقبة ابنها تاهومارو ومات. مفيش شوية ووصل دايجو عشان يقتل هياكومارو، لكن يوري وقفت في طريقه عشان تدافع عن ابنها، بس دايجو جاي وناوي يموت ابنه. دايجو طبعا أهم حاجة عنده العرش، عشان كده ضرب يوري بسيفه وقتلها. هياكومارو كان واقف مصدوم من موت والدته، راح يحارب دايجو رغم ان دورورو حاولت توقفه. لما هياكومارو قدر يضربه في بطنه دايجو سأله ازاي بقى عنده جسم من تاني. هياكومارو قال له ان الساحر اللي رباه هو اللي عمل له كل ده. دايجو بكبرياء قال له انه مش ندمان على اللي عمله لان عشيرتهم كلها كانت هتتباد لو ما عملش الصفقه دي. دايجو هاجمه مره تانية بس هياكومارو هزمه ووقعه على الارض وبيبنع نفسه انه يقتله. بيسيبه يمشي وبيقول له يا ابن العالم المثالي اللي كان تاهومارو عايزه قبل ما يموت. فجاه في شيطان استولى على جسم تاهومارو وعرض عليه رجعه للحياة تاني مقابل جسم دايجو. هياكومارو حذر دايجو وقال له انه لو شيطان خد جسمك واستولى على العرش هتبقى كارثه على المملكة، بس دايجو قرر يسلم جسمه للشيطان عشان ينقذ ابنه. هنا تاهومارو رجع للحياة مرة تانية بمجرد ما الشيطان استولى على جسم دايجو. الشيطان بيحاول يرجع للقلعة بس دايجو بيقدر يسيطر على جسمه من تاني وبيقتل نفسه. لما الشيطان بيرجع يسيطر على دايجو بيجري بالحصان، لكن هياكومارو بيقدر يقتله بسيف الانتقام. لما دايجو كان بيموت قال لتاهومارو يمسك العرش ويبقى هو الحاكم الجديد للمملكة. دورورو طلبت من دايجو يعتزل لهياكومارو لكنه بس بيقول لها تهتم بهياكومارو. بعد ما جسم دايجو بينفجر وبيتحول لتراب هياكومارو بيرجع له قلبه الحقيقي. الجنود صوبوا سهمهم ناحية هياكومارو بس تاهومارو قال لهم ينزلوا أسلحته. بعد ما هياكومارو خرج قلبه القديم بيقولوا انه للأسف الوجع اللي في قلبه مش هيروح. في القلعة تاهومارو طلب من هياكومارو انه يبقى هو الحاكم، بس هياكومارو قال لأخوه انه لسه عايز يقتل باقي الشياطين. تاهومارو قال له انه هيستناه يخلص خطته ومكانه محفوظ لانه شايف ان هو الحاكم الشرعي للمملكه.
بعد كده هي كامارو بيروح على الحدود وبيقابل دورورو. لما بتشوفه بتحاول تمسك دموعها، بس في الاخر بتبكي زي الاطفال. هي كامارو بيروح عشان يحضنها، وهوب دورورو بتقوم ضربه تحت الحزام، بتجري وهي بتضحك وبتقول له بخلي بالك من اشياء. بعدها بيروحوا ناحيه البحر، وهي كامارو بيشوف البحر لاول مره. شكرا على المشاهده، واشوفكم مع فيلم جديد.